وصفتنا لليوم البقلاوة الرهيبة، لازم تجربوها، طريقة جدا سهلة وجدا طعمة. للفستق أضفت عليه سكر البودرة وماء الورد وقلبتهم. دهنت صينيتي بالسمنة ونزلت عجينة البقلاوة، وبين كل ورقة ورقة دهنت بالسمنة. شلت الزوايد ونزلت خليط الفستق، ورجعت مرة تانية لعجينة البقلاوة، وبرضو حطيت بين كل طبقة وطبقة بالسمنة لحد ما خلصت كامل الطبقات. قسمتها ودخلتها الفرن، وهذا شكلها بعد ما طلعت من الفرن. سقيتها بالشيرة الحارة وزينتها بالفستق وقدمتها. لازم تجربوها، وبالعافية عليكم.